هذه صافي ما شديتش الفرقه في واحد الظروف اللي هي عصيبه. شنو كيفاش الخطه باش دخلتي اليوم على الاقل بداك ربحتي نقطه؟ والله الا يعني الاجواء اللي عشنا في هذا الاسبوع سيرتو هذ اليومين الاخيرين يعني كانت اجواء الكل تيعرفها يعني مع الاستقاله ديال السي عزيز العامري اللي عنده فضل كبير على يعني على بعض الاشياء في الفريق. حاولنا يعني نلعبوا لان اللاعبين هذو بكل صراحه خصهم واحد يعني اشياء اللي تدفعهم باش يعطونا اكثر لان باقي تنتظروا منهم اكثر. سيرتو اليوم مقابله بكل صراحه كان مجهود بدني كبير، لياقه بدنيه عاليه لان سيطرنا بالطول والعرض على المقابله، ما كناش محظوظين، كنا الاقرب لنتيجه الفوز. اشياء اللي استخلصنا من هذه المقابله هو ما تسجلش علينا هدف لان جميع المقابلات تسجلوا علينا، اليوم ما تسجلش علينا الحمد لله. هادو يعني يلا استفدنا من جوج ديال اللاعبين من اللي ريكريتمو، رايت ما ان شاء الله رجعوا اللاعبين اللي عندنا عاد التحقوا بالفريق، ورايت ما رجعوا اللاعبين المصابين. نتمنى ان شاء الله نكونوا احسن ونقدموا لان شفتوا مقابله اليوم مقابله كبيره وكنا نستاهلوا الفوز. سي مديح بالنسبه لك فعلا اليوم ما تبركش الهدف وهذه نقطه ايجابيه، ولاحظنا حتى القتال في الطرف اللاعبين. بالنسبه لك سي مديح المقابلات المقبله اللي غتخرج مباريات وغتدخل زمامره يعني كيفاش تتصور ديالك قبل ما تسالي الشطر الذهب؟ هو يعني الميساج اللي بيننا وبين اللاعبين هو خصنا نجمعوا اكبر عدد من النقاط لان تتعرف بان احنا الفريق اللي خصو يقلب على النقاط اكثر من الفرق الاخرى. يعني اليوم كنا قرب كما قلت ثلاثه نقاط، ما ولكن خصنا نعاودوا نشتغلوا اكثر، نشتغلوا على النقاط اللي كنا فيهم ضعاف ونزيدوا نحسنوا من الاشياء اللي كنا فيها مزيانين. نتمنوا الحظوظ كامله يعني نلعبوا امام الجيش، لا لعبنا بنفس القتاليه وبنفس الروح اكيد بان غادي حنا غنمشيو باش نبحثوا على ثلاث نقاط، ونتمنى نكونوا في نهارنا ان شاء الله ويكون الحظ من جانبنا ان شاء الله. مبروك في المهمه ديالك. شكرا. الحمد لله المباراه كانت مزيانه، كنا معولين باش نديو ثلاثه نقاط من مدينه وتزم، ولكن ما ديال الكره كنشكر الدراري على المجهودات ديالهم اللي داروا، الحمد لله نعودوها في المباراه القادمه ان شاء الله.